كان وعدا بلقاء آخر قادم، لكنه تحول إلى وداع. عبارة نهاية النشرة إلى اللقاء. رحل صاحب الزميل الصحفي مقدم الأخبار صلاح الدين الغماري، رحل في غفلة منا إلى دار البقاء. مساره استثنائي ألفه والمغاربة من خلال إطلالاته عبر نشرات القناة الثانية لسنوات طويلة، وطد علاقته أكثر بالمشاهد بل بالمواطن المغربي، ليصبح بمثابة فرد من كل أسرة يخشى على سلامة أبناء وطنه من الوباء من خلال برنامجه أسئلة كورونا. خاطب فيه المشاهد بصدق وعفوية، وكان يعد لبرنامج آخر في نفس النهج يطرح أسئلة المواطن، لكن الوقت لم يسعفه للأسف. نازية اليوبي. لنبدأ الحكاية من حيث انتهت الرحلة. ومرحبا بنا عندكم في هذا العدد الأول من برنامجكم أسئلة كورونا. سلب الأنظار مرة أخرى عندما جعل من محبة الناس إليه قوة تجعله مؤثرا في مشاهدي القناة الثانية من تابعوا برنامجه أسئلة كورونا. جزيلا لك على تلبية الدعوة. يجعل من الجائحة قضية وطن، والكل مجند لحماية مكوناته من الوباء اللعين. صلاح الدين الغماري دخل البيوت واقتحم قلوب الناس واستقر بين شرايينها، حتى باتت كلماته ونصائحه باحترام التدابير الاحترازية مرجعا لكل مغربي. الاضطرارية والأسئلة ديالكم كيف ما بغى يكون نوع نتاعها، بعتونا بهذه الأسئلة ديالكم عبر المنصات اللي كتشوفوها الآن مبينة أمامكم. ها هو اليوم. لم يكتفي صلاح بالبقاء بين جنبات بلاتو القناة الثانية، بل خرج إلى الشارع ليسمع صوته للناس مباشرة. فالحمل ثقيل والأمانة أكبر. شوية أضع كميدة بشرية لا راكي هزة بعب كل شيء. تبارك الله عليك. لا لا ولكن الله Comme toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs, on a appris avec énormément de tristesse et de douleur la disparition de Salah Eddin. Salah Eddin Romari, plus qu'un collègue, c'était véritablement un ami. C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément appris. Quand je suis arrivé ici, il était déjà présentateur du journal télévisé. الله العظيم ما كاين شي كلمه تقال في حق صلاح من غير الله يرحمه. وداع صلاح بصراحه تخطف. انا والله العظيم حتى اللحظه بقى ما مستوعباش. صلاح الدين الغماري اللي رافقناه في البدايه ديالو وكان من اعز الاقرباء واعز الاصدقاء، في هذه المناسبه الاليمه كنتمنوا ونطلبوا الله العلي القدير المغفره والرحمه ليه ولدويه الصبر، وان لله وان اليه راجعون. صلاح الدين الغماري ترك بصمة قوية في نفوس المشاهدين، فمنذ التحاقه بالقناة الثانية سنة 2000 جعل الرسالة الإعلامية همه الكبير. نقل بالصوت والصور تسمعني أوجاع الوطن وأفراحه، وكان في الموعد لم يخلفه أبدا ولم يحل دونه حائل حتى ولو كان زيزال الحسيمة. مقدم لنشرة الأخبار ومحاور بارع، السلام عليكم. أكسبه حسن البيان ثقة المشاهدين، وأكسبته فصاحة اللسان محبة ضيوف نشرته. وانتي مسلية روفية الغزال فاطمة. فكان ضيف الأحد الموعد الذي يميط اللثام عن شخص حسه رقيق وإعلامي يأخذك دون ما شعور إلى عوالمه الجميلة تصل حد أسرك داخلها. والمسائية لهذا اليوم تقدمها لكم زهرة أيتي حل. نهاية النشرة، إلى اللقاء. نهاية النشرة، الوداع صلاح. إنها اللحظة التي انطوت وطوتنا جميعا وألقت بنا جميعا في حزن عميق. ففي لحظة من ذهول تام تتوقف لغة الكلام، فالمعاني البكر التي لم تنحف لها ألفاظ بعد هي التي سترثيك. فإلى دار البقاء رحلت، ومن دار الفناء نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ونتابع في هذه الصور اللحظة خروج لحظة خروج ثتماني الفقيد صلاح الدين الغماري من مستودع الأموات في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية في اتجاه مدينة مكناس مسقط رأسه، حيث
سيوارى الثرى. وقع الصدمة كان شديدا على أسرتي صلاح. أسرتي هنا في القناة الثانية باسم زملاء جميعهم، تعازينا الحارة لأسرة صلاح الغماري، لوالدته، لابنه، ولكل المغاربة. إن لله وإنا إليه راجعون.